خلينيتي نتدرب ماما على أسماء الإشارة اللي هو هذا وهذه، وخلينيجي نشوف كل اسم نستخدمه الشنو. يلا وياي يا ماما نجي على أول شي جايبت لكم إياه أني، هذا شنو وكلكم شوفوه؟ هذا كرسي. أحسنتم، كرسي. الكرسي استخدم له هذا لو هذه، أقول هذا كرسي لو هذه كرسي. أحسنتم، هذا كرسي، هذا كرسي. إذا هستخدم اسم الإشارة هذا للكرسي، هذا كرسي. نجي على الشيء الثاني اللي وياي، هاي شنية؟ طائرة. أحسنتم، طائرة. خلينا نشوف هذه الطائرة، استخدم لها هذا لو هذه، هذه طائرة لو هذا طائرة. شو تقولون استخدم ياهو؟ أحسنتم، هذه طائرة، هذه طائرة. ممتاز، زين. هذا شنو؟ قلم. أقول هذا قلم لو هذه قلم. شو أقول؟ أحسنتم، هذا قلم، هذا قلم. ممتاز. خليني نجي نشوف الشيء الثاني اللي موجود عندي وياي، هاي شنية؟ هاي شنية؟ بطة. ممتاز، أقول هذا بطة لو هذه بطة. شو أقول؟ شو تقولون؟ أحسنتم، هذه بطة، هذه بطة. ممتاز، زين. نجي بعد شنو عندنا؟ هذا شنو هذا؟ هذا كتاب، كلنا نشوفه كتاب. أقول هذا كتاب لو هذه كتاب. شو أقول؟ هذا كتاب. أحسنتم، هذا كتاب، هذا كتاب. ممتاز، زين. أقول على هذه شنية؟ هذه هذا آية طوبة، كرة. شو أقول عليها؟ أقول هذه كرة لو أقول هذا كرة. شو أقول؟ أقول هذه كرة، هذه كرة. ممتاز، أستعمل للكرة اسم الإشارة اللي هو هذه. ممتاز، زين. نجي على الشيء الآخر وياي، هاي شنية؟ شنية هذه؟ أحسنتم، وردة. وردة، شو أقول عليها؟ أقول هذا وردة لو أقول هذه وردة. شو أقول؟ ممتاز، أقول هذه وردة، هذه وردة. استعملنا اسم الإشارة هذه للوردة، هذه وردة. ممتاز، أجي على الشيء الآخر الموجود عندي، هذا شنو؟ هذا كلنا نعرفه وشايفيه بالكرتون، هذا الدبدوب اللي ويا ماشا دب. هذا دب، أقول عليه هذا لو هذه. شنو أقول؟ أقول هذا دب لو هذه دب. ياهو الأصح، أقول هذا لو هذه. شو أقول؟ ممتاز، أقول هذا دب، هذا دب. أحسنتم، نجي وياي، هاي شنية؟ شنية؟ سيارة. ممتاز، شو أقول عليها؟ أقول هذه سيارة لو هذا سيارة. شو أقول؟ هذا لو هذه؟ أقول هذه سيارة، هذه سيارة. ممتاز، استخدمت لها اسم الإشارة هذه، هذه سيارة. أحسنتم، نجي على هذا، هذا شنو؟ هذا طبعا ما يصير أنتوا تلعبون بيه لأن أنتوا بعدكم صغار، لازم بس الكبار يلعبون بيه. أوكي ماما، ما يصير تستعملوه أنتوا بس الكبار. هذا مقص. شنو؟ مقص. شو أقول عليه؟ أقول هذه مقص لو هذا
مقص. شقول استعمل اسم الإشارة هذا للمقص وأقول هذا مقص، هذا مقص، هذا مقص. ممتاز. نجي احنا هذه شنو؟ طفل، اقول عليه هذه لو هذا، هذا طفل، هذا طفل. استخدمت اسم الإشارة هذا للطفل، هذا طفل. نجي على الشيء الداخلي موجود عندي وياي، هاي شنية؟ لعبة. شقول عليها؟ أقول عليها هذا لو هذه. شقول عليها؟ شقول هذا لو هذه. أحسنتم. هذه لعبة، هذه لعبة. قلت عليها هذه، هذه لعبة. نجي على البعدة، هاي شنية؟ شمعة. شنو أقول على الشمعة؟ أقول هذا لو هذه، هذه شمعة، هذه شمعة. استخدمت اسم الإشارة هذه للشمعة. نجي على هذا الموجود ويانا، هذا شنو؟ بيت. شنو؟ بيت. شنو أقول عليه؟ هذه لو هذا بيت. شو أقول عليه؟ أقول هذا بيت، هذا بيت. استخدمت اسم الإشارة هذا لكلمة بيت. آخر شيء عندي مسطرة. شنو أقول عليها؟ هذه مسطرة، هذه مسطرة. أحسنتم ماما. نجي الآن نحل التدريبات الموجودة بالصفحة 89. خلي نحلها كليتنا سوية، وحاولوا ماما تركزون وياي. نجي على التدريب رقم 1، منطيني أسماء الإشارة هذا وهذه اللي تونا تدربنا عليهم، ومنطيني أشياء يريد لي أستخدم لو اسم الإشارة هذا، لو اسم الإشارة هذه. خلي نشوف شنو الشيء المناسب اللي حنستخدمه لهم. نجي على أول وحدة اللي هي فراغ. ولدن، هذا ولدن، راح منطيني صورة ولدن ويريدني أستخدم لو هذا لو هذه. يعني شو أقول على الولدن؟ أقول هذا ولدن لو هذه ولدن. أحسنتم. هختار اسم الإشارة هذا، راح نكتبه قلنا فوقها مثل الواحد صغير ذا، ذا. اختاريت له هذا، هذا. نجي على الثانية، عندي صورة بنت، شو اختار لها؟ هذا لو هذه. احسنتم. نختار هذه، احنا قلنا الاشياء المؤنثة فوقها مثل الواحد صغير كسرة ذي، كسرة هي، هذه. اختارينا اسم الإشارة هذه للبنت، هذه بنت. نجي على ديك، ديك. اختار لهذا لو هذه. اختار هذا ديك، فوقها مثل الا صغير واحد ذا، دا. هذا، هذا ديك. نجي على بطة، شو اختاروا لها؟ هذا لو هذه. احسنتم. اختار لها هذه، فوقها مثل الواحد صغير ذي، هي. هذه بطة، هذه بطة. أعيدهن، هذا ولد، هذه بنت، هذا ديك، هذه بطة. هسه كملنا التدريب رقم 1، ننتقل للتدريب رقم 2 اللي هو منطيني كلمات آخر حرف بيهم مكاتب لي يريدني أني أكملهن، ومنطيني التاء الطويلة والتاء المربوطة المنفصلة والتاء المربوطة المتصلة. خلي نجي نشوف الصور ونشوف شلون حنكمل كل وحدة بيهم. نجي على أول صورة اللي هي صورة شنو؟ هاي ماخذيها إحنا، صورة بنات، صورة بنات. ومطيني الكلمة ماتي بنا، ما مكملها.
ما نكملها. أني لازم أكملها، لازم أختار واحد من الحروف دولة. راح أختار تاء طويلة لو تاء مربوطة. خلينا نجي نشوف، إحنا تعلمنا شلون نفرق بين التاء المربوطة والتاء الطويلة. قلنا لازم إحنا نلفظها ساكنة بلا حركة، ونشوف إذا لفظتها ت يعني هذه طويلة، وإذا لفظتها أ يعني شنو مربوطة. نجي على كلمة بنات. بنات لفظتها بناء لو بنات ت، لفظتها ت حرف ت. إذا أنا إيش أختار؟ أختار تاء الطويلة حتى تصير عندي بنات. بنات. نجي على هاي الصورة. هاي صورة شنو؟ صورة بنوتة. خلينا نشوف الكلمة المطنية إياها شنية. فتاة. فتاة يريد كلمة فتاة. أنا إيش لفظتها؟ لفظتها فتاة لو فتاة. فتاة يعني كأنه أ، يعني لازمش أختار، أختار التاء المربوطة. زين يا هي عدي آ، الآ يقبل متصلة، لو منفصلة ورا تجي لازم منفصلة. أختار التاء المربوطة المنفصلة اللي شكلها مثل الدائرة وعليها نقطتين. فتاة. فتاة إذا أحركها مثلا أخلي لها تنوين ضم صير فتاة. فتاة. إذن اختاريت لها التاء المربوطة. نجي على الوراها. ساعة. ساعة شوفوني شلون لفظتها. ساعة. ع. أنا إيش راح أختار لها؟ ساعة لو ساعة. أنا ما قلت ساعة حتى اخترت، لازم اختار التاء المربوطة. زين المنفصلة لو المتصلة شوفوها هنا الع ماد ايدة، فلازم اختار المتصلة اللي تشبه التسعة اللي ماد ايدها. ساعة. ساعة اذا عليها حركة مثلا تنوين راح تلفظ ساعة. ساعة. نجي على هاشين الصورة. كرة. كرة شوفوني شلون لفظتها. كرة. كرة ما قلت كرة، قلت كرة، فلازم اختار التاء المربوطة. وبما انه عندي حرف ر ما يقبل احد يلزق بي راح اختار المنفصلة. كرة. كرة. نيجي على هذه الكلمة اللي هي كلمة بطة. شوفوها مطيني صورة بطة وكلمة بط. اكملها شلون اكملها؟ بط طا. ما دام لفظتها أ إذا هذه تاء مربوطة والطاء ماد إيده، فاختاريت له المتصلة بطة. بطة. نيجي على آخر صورة اللي هي صورة بيت. بيت شوفوني إيش قلت؟ قلت بيت. لازم إيش أختار؟ أختار التاء الطويلة لأن أنا لفظتها بيت. إذن اختاريت التاء الطويلة بيت. إن شاء الله تكونون استفاديتوا من هذا التدريب وتدربتوا أكثر على التاء المربوطة والتاء الطويلة. شكرا لكم حبايبي الحلوين.